ومن لا تنفعه لا يدرك المعالي. هذا وين هذا صاحبك نزل في مطار جدة بده يسافر بقطار على المدينة معه ساعتان، واحد قال له إلا تتعشى عندي، والله ما عنده تجربة، هذا كريم بس ما عنده تجربة، جاء وأخذه بالسيارة ودخل فيه زحام جدة، وصل البيت قعد عنده 10 دقائق طعمه لقمتين رد رجعه، ما عنده تجربة. هذا صاحب التجربة الله يرضى عنه، هذا صاحبك أبو إيه أبو إسماعيل. قلت له مرة نزلت في مطار الرياض ساعتين، نعم، قال لي أنا آتيك أظن في رمضان يعني عند المغرب وصلت الطائرة، ما قال لي بأخذك على البيت، جاء بالطعام والفطور كله في المطار، بسط الفطور وعشرة عشرة، الله لك صاحب التجربة، لكننا وروقنا وانبسطنا انتهينا فوت على الطيارة. أما هاد وين مثل هذا صاحبك الثاني بدبي لحد ما كنت، إلا بدي أخذك لمطعم دمشق القديمة من أطيب مطاعم دبي، لك يا حبيبي اتركني، والله أخذني فورني 1000 ما عنده تجربة، ما عنده تجربة، لك الطائرة الآن بعد ساعتين ما بعرف وين كنا مسافرين اندونيسيا مدرين بلدة، لك روى عليه الطيارة ما عنده تجربة، والبلا ما عنده تجربة وهو شيخ وما عنده تجربة ودي أعمل مع المية علي وأحرجني. الفهيم من يستفيد من تجارب غيره، المحامي ما بيصرحوا له يفتح مكتب حتى ايه يقعد مع استاذ يتربى عنده سنتين يستفيد من تجاربه، مو هيك هذا محامي. الطبيب ليكو هذا اللي اجاب على حديقة الحيوان، وين سافر هذا صاحبك شو سيدي، كنا عم نذكر قصة هذا غيث هذا نفسه يحمل حديقة حيوان الله يرضى، لك شو السر فيك تعلمت الطب والشريعة والحديث والقرآن، والله جمع لك المكارم الأخلاق، اللي والله أمي حفظة القرآن وهي حبلة فيها، اللي ما كانت حاملا به حفظ القرآن عن ظهر قلب. بعد الدرس إجاني واحد عنده عنف هيك، قال لي والله بدي احكي لك شغلة تنسر، قلت له ايه، قال لي ما كانت امي حبلة فيني، قلت له ايه، قال لي والله ابي اخذها الى حديقة الحيوانات وتوحمت على الحمار، هو عم يقول هو قال. وصاحبك الثاني ايش قال بعد ما سمع الخبر هذا، قال لي الآن عرفت لماذا تأخرت توبتي، تقول ليه، قال لي أمي كانت حبلة فيه كانت تسمع أم كلثوم، قال لي تأخرت توبتي. تضحكون، عم جيب لك أنا شواهد كلها عن التجارب، أنا وين السرميني، الله يرضى عن السرميني، شو اسمه أجدر أستاذ منذر، قال عم درس عربية فرق بين اسم والكنية واللقب، اسمه منذر ولقبه لقبه أبو الجو، والله ما شو صار له هذا اليوم، السرميني لقبه وكنيته أبو الجود، هلأ جديد غيرها لأبو أناس، خلينا على أبو الجود، خلينا على أبو الجود والناشيد القديمة أو أكبر شهيدة قديمة، غدا أكون يا أخي مجاهدة حتى الأمة تتيقظ تروح تنصر إخوانها بغزة، واليوم هيا نعمر مساجد إنما الإسلام قوة، وين أنشيد الله أكبر تلع الخل، شو طالع أبو حفظ تبع إيه قبس، إقرأنا إقرأنا. قال: كما حكي أن فاختة كان يراودها زوجها فتمنعه، فقال: ما الذي يمنعك عني ولو أردت أن أقلب لك الكونين مع ملك سليمان ظهرا لبطن لفعلته لأجلك. الله أكبر، لأجلك أقلب ملك سليمان إيه؟ فسمعه سليمان عليه السلام فاستدعاه وعاتبه. عاتبه كيف تقول تقلب ملك سليمان أنت، اسمع إلى الجواب هنا. فقال: يا نبي الله، كلام العشاق لا يحكى، وهو كما قال
وقال الشاعر أنا كلام العشاق لا خلاص هذا العاشق شو سيدي مجنون شو سيدي مثل ما قال هذا فلو حضرتني حين تأتي منيتي قال إن عمود جلى سكرات الموت عني ابتسامها أعذب الشعري أكذبه نعم. وقال الشاعر أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد. الله أكبر. وهو أيضا محال ومعناه أني أريد ما لا يريد. الله أكبر نعم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا ومن لا تنفعه التجارب. هذه والله دروس يحكى فيها لأن أغلب الأمة الآن ما ينتفعون بتجارب غيره أبدا. هذا الطبيب قتل المريض وهذا النجار خرب وهذا مصلح شو سيدي السيارات ما يسأل ما يستفيد متى أبدا. النسوان اليوم في البيوت تخرب تبقى سنين وهي تخرب الأطعمة لك فهمت أنت لا تعرفين صنع الطعام طيب سلي أمي اللي لا أنا أفهم من أمك طب سلي أمك له والله أمي كمان عدى القديمة ما بتعرف تطبخ أبدا ولا سأل الرجال شو سيدي تخبيص أبدا لك والله معمر ما أكلت أكل طيبة أبدا ما استبداد هيك بالرأي أبدا تخرب هذه أبدا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد كمان في لبنان شو سيدي بده يساوي ويصنع لك يا أخي لك يا أخي هاي روح اسأل الله يرضى عن سيدي الشيخ عبد الكريم الرفاعي إن كان إذا نشر دعوة في مسجد أو أبدا لابد لها من صيانة كل حلقة علم بدها صيانة بدها تمويل بدها دعم بدها وين لسه بتبقى علي مركز بتدركه طيب هذا عينته مدرس مدرس بده مال ياكل طعميني فتح هون 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 وبعدين شو سيدي بده يشغل العمال عنده بالشحادة هذا الذي ما يستفيد من تجارب قال لي والله ما خاطر بها شو خاطر بها انت كل يوم تعمل لي مركز وما في تموين يتركون لابد تقول الله يرضى عن سيدي الشيخ عبد الكريم الرفاعي انا اذا والله سمعت من الشيخ نذير مكتبي نعم كان يخطب اين جامع كان الفاروق أحسنت كان يخطب من قديم جامع الفاروق هلأ عم يخطب جامع حمزة والعباس بعدين حمزة مو الحمزة والعباس حمزة والعباس نعم. الشاهد اختلف مع واحد ماك رئيس لجنة في مسألة ارتفعت القضية للشيخ محمد عوض الله يرضى عنه قال لي أنا ظنيت أنه والله على الشيخ محمد عوض رح يجي معي أنا الخطيب وأنا ذاك كان من اللجنة وكان يعتني بحلقات العلم ويدعمهم قال لي والله فإذا بالشيخ محمد عوض جاء ضدي والله قال لك يا سيدي قال له لك هذا عم لك يدعم المسجد ويدعم حلقات المسجد وقال له المسجد وحلقاته قائمة على هؤلاء الرجال قال له هيك وصانا سيدي الشيخ عبد الكريم الرفاعي يكون حماية وصيانة وتموين للحلقات العلم ورعاية قال له هذا عم يرعى انت وين انت عم تخالفه انت ما في مخالفة شرعية بسم الله اما ان يعني تسقط من منزلته قال لي والله زجرني ابدا وجاء معه